أخذ الأب كيرب يؤدي عمله بهمة ورشاق، ورغب في أن يسري عن نفسه بعض ما ألم به من شجن وما رزح فيه من نصب وعناء. فبدأ يغني حول طائر من الطيور، ولكن ضعفه وما كان يلاقيه من سوء العيش وشقوة الحياة، كل ذلك بدا بين نبرات صوته جليا، فارتجفت نغماته واضطربت إيقاعاته واهتزت عضلات لسانه وكاد صوته يتلاشى. وعلى حين غفلة دخل المخدوم تاكلتون ليشرف على العمل، فراعته تلك الحال وخاطبه بصوت مزعج غاضب: حذاري يا كيلب أن تعمل وتغني، فإن الغناء ملهٍ عن العمل، مضيعة للزمن. حذاري أن أراك ثانية تغني وقت العمل. فهمس الأب في أذن بيرثا حتى لا تتأثر بذلك الخطاب القاسي: إنك لا ترين كيف ينظر السيد إلي بعينيه مازحة، مدعيا أنه يوبخني. فضحكت الفتاة وأومأت إلى أبيها مصدقة ما قال، وقد أخذت يد تاكلتون وهو نافر من إعطائها إياها، وقبلتها بلطف فانتزعها منها بغلظة وقال متذمرا: ماذا يفعل المعتوه كيلب؟ فظنت بيرثا أنه لا يزال يمزح وقالت: أشكرك يا سيدي على شجرة الورد التي تفضلت بإهدائها إلي، وكان أبوها قد اشتراها لها بما اقتصده من دراهمه المعدودة، وجعلها تعتقد خطأ أنها هدية من تاكلتون تاجر اللعب. ولم تكد تنتهي من كلامها حتى بادرها السيد متسائلة: ماذا تريدين أيتها الحمقاء؟ فلم تحر جوابه، وللحال أمر كيلب بأداء بعض الأعمال مع قسوة في المعاملة خالية من المجاملة، وخرج دون أن يودع أحدا. أوصد الباب بعد خروج تاكلتون، وأصبح الأب في جو حر طليق، فلم يجد مناصا من التحدث إلى فتاته ليزيل ما عساه أن يكون قد علق بذهنها من الخواطر والهواجس، حتى لا تبدو الحياة أمامها مرة قاسية، وحتى لا ينهار ذلك الصرح الذي شيده لها من السعادة الخيالية. فقال وقد مال برأسه إليها: لو رأيته يا بيرثا وهو ينعطف إلي بعينيه مازحا لأدركت أنه يتظاهر بالعنف ويدعي خشونة المعاملة ليفر من حمد الناس وثنائهم. فقالت: إن طبعه كذلك يا أبتاه، خلقه قويم وأصله كريم، إذ يأبى أن يشكره إنسان على هداياه، فهو ملك يمزح ليسرني كلما أتانا. ولقد حفز الأب على خداع ابنته ومهجة حياته على هذا النحو، من تصوير الباطل لها حقا والخيال حقيقة، ما يكنه لها من حب طاهر وما يختلج بين جوانحه من حنو وإشفاق على روحها الطاهرة ونفسها البريئة. فقد مثل لها مخدومه تاكلتون بريشة رسام ماهر مفتن في صناعته بارع في فنه، في صورة رجل نبيل طيب القلب عظيم المروءة محب لبيرثا، فهامت به حبا وكانت سعيدة بعقيدتها، ولكن لم تدعها الأيام ترعى ثمار بذرها وتهنى بغرس يديها، بل صوبت إليها رماح قسيها النافذة فأصابت الغرض ونالت الهدف، وتركتها رهينة الآلام سجينة الخواطر تصلى سعير الهوى الغادر. إذ أخبرت ذات يوم بأن مالك روحها وآسر لبها تزوج، فلم تستطع أن تخفي عن أبيها ما أثار روعها من شجن ملم وحزن كثير حينما سمعت نبأ قرانه.